سم الله يا بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: إذا اشترى البنك لي بضاعة وملكها في حوزته وأسددها على الأقساط بدون فوائد، هل تجوز هذه المعاملة؟ نعم، هذا يسمى في الاصطلاح المعاصر التمويل. التمويل وهو أن يبحث الإنسان عن من يوفر له سيولة. ثمة طرق لهذا، منه ما هو محرم وهو الاقتراض بفائدة، هذه من طرق التمويل المحرمة. أن تأتي لشخص وتقول له: أعطني 1000 ريال أو 1000 دينار أو 1000 جنيه وأردها لك 1100 أو 1200 أو ما إلى ذلك، أو حتى 1000 جنيه زائد أو ريال زائد، هذا ربا لا يجوز، يدخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه الصورة من صور التمويل محرمة، وهي الاقتراض بفائدة. ثمة هناك صور أخرى للتمويل، هي نوع من التوسيع لتحصيل السيولة من غير أن يدخل الإنسان في الربا. مثال ذلك: أنا آتي إلى تاجر أقول له: عندك البضاعة الفلانية؟ يقول: نعم. أقول: بعنيها بالتقسيط. فيبيعني إياها، طبعا عندما يقسط لن يبيع بالثمن الذي يبيعه به حاضرا، فسيزيد، هذه زيادة لا بأس بها وليست من الربا في شيء، لأن ذلك مقابل التأخير في القبض، وهو ليس مال بمال، إنما سلعة مقابل مال. بالتالي اكسر صوتك. بالتالي في هذه الصورة إذا وجدت من يزودني بسلعة وأخذت هذه السلعة وقمت ببيعها بثمن أرخص وأنقص، هذا يسمى تمويل بالتورق، فلا بأس به ولا حرج. الإشكالية في هذه الصورة التي يقع عند كثير من المتعاملين بها، أنه تأتي إلى شخص لا يملك السلعة ويقوم ببيعها لك وهو لا يملكها، هذا لا يجوز، لأنه لا بد أن في البيع أن يكون مملوكا للبائع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلا بد لصحة هذه الصورة من صور التمويل، لا بد أن يكون البائع مالكا لما يبيعك. والشرط الثاني: أن لا تعود بالبيع عليه، إذا اشتريت منه بالتقسيط ما ترجع تبيعها عليه، إنما تبيعها على طرف آخر. أما إذا رجعت فبعتها عليه دخلت فيما يسمى بالعينة، التي جمهور العلماء على أنها من صور الربا والتحيل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الوصية للزوجة إذا وافق الورثة؟ الله تعالى بيّن المواريث بياناً جلياً واضحاً، وذكر فيها الوصية، فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وصية الله مقدمة على وصية غيره، وقد قسم الله تعالى ذلك قسمة بينة، ولهذا أجمع العلماء على أنه لا وصية لوارث، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي لمن يرثه حتى يزيده في نصيبه على ما قسمه الله تعالى وأعطاه إياه. فلا يجوز للرجل أن يوصي، أو المرأة أن توصي لأحد ورثتها، سواء الرجل يوصي لزوجته، الزوجة توصي لزوجها، الأب يوصي لأولاده الذكور، أو يوصي لأولاده الإناث، أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز ولا ينفذ. وكون الورثة قد يأذنون لك في الحياة، هذا في الغالب يكون قد أخذ بسيف الحياة، وبالتالي لا عبرة بهذا الرضا، لا عبرة برضا الورثة، لا عبرة برضا الورثة قبل موت مورثهم. لماذا؟ لأن الحق لا يثبت لهم إلا بموته، لا يثبت الميراث إلا بالموت، فرضي أو لم يرضى هذا لا يؤثر على الميراث شيئا، لأنه لم يثبت الميراث بعد. لكن لو أن أحدا أوصى لأحد من ورثته ثم لما مات عرض الأمر على الورثة فأجازوه، سمحوا له بالوصية، فهذا حقهم، يكون قد تنازلوا بحقهم لمن أوصى له المورث، لكن هذا في الأصل ينبغي أن يقطع وأن يوقف
وألا يفعل، لأنه لا وصية لوارث وقسمة الله كافية، فلا يجوز للرجل أن يوصي لزوجته ولا لولده ولا لأحد من ورثته، بل يكتفي بقسمة الله عز وجل، وله أن يوصي في أوجه البر أو لغير الورثة، هذا شأنه بقدر الثلث، هذا أعلى ما يكون، والأفضل أن يقتصر على الخمس. نعم. نفس السائل يقول: تقسيم المال حال الحياة بصورة الميراث. تقسيم المال في الحياة على صورة الميراث للعلماء فيه قولان. أولا، هؤلاء متفقون على أن هذه ليست ميراثا، لأن الميراث لا يثبت إلا بعد الموت. يوصيكم الله في أولادكم، لا يكون هذا إلا بعد الموت. أما في حال الحياة فما يعطيه الإنسان لأولاده إنما هو هبة أو عطية، عطية إذا كان في مرض الموت، وهبة إذا كان في سائر الأحوال. ولذلك ينبغي أن يتحرى في ذلك قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما سائر الورثة من الوالدين والزوجات فلا بأس أن يعطيهم ما شاء دون أن يلتزم بما لهم من النصيب، ولا أن يسويهم بغيرهم. فللرجل أن يعطي زوجته، أن يعطي أباه، أن يعطي أمه ما شاء من المال، لو تنازل بجميع ماله لأبي أو لأمه ليس لأحد أن يعترض، ما دام أنه صحيح شحيح. أما إذا كانت هذه العطية في مرض الموت فليس له إلا الثلث، لأنها ملحقة بما بعد الموت. المقصود أن تقسيم المال على الورثة في الحياة بنحو ما يقسم به في الموت، بأن يأتي الإنسان ويقول: أنا عندي ولدان وبنتان وزوجة، فيعطي الزوجة الثمن من ماله وهو حي، ويقسم على الأولاد والبنات ماله للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقال له جمهور العلماء يرون أن هذه القسمة غير محققة للعدل، لأن جمهور العلماء يرون أن العطاء في الحياة الذي لا سبب له يجب أن تسوى فيه المرأة بالرجل، البنت بالابن، ولا تفاضل إلا فيما بعد الموت، هذا قول جمهور العلماء. وذهب الحنابلة إلى أنه عطية الرجل لأولاده في الحياة الزائدة عن النفقة الواجبة تكون كعطيتهم في الموت، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا خلاف مع الجمهور. وأنا الذي أوصي به الأخ الكريم السائل ألا يعمد إلى هذا، وأن يفوض الأمر لله، وإذا كان يخشى خلافا أن يوصي من يتولى قسمة الميراث بعده، فله أن يوصي عدلا أو رجلا حكيما ويجعل له القسمة، وأن لا يدخل في ذلك في حياته، لأنه ما يدرى من يذهب أول، ما لا يعلم من الذاهب أول، هل الوارث الذي قسم الذي أخذ، أو المورث الذي قسم قبل أن يموت. نعم. خلاصة الجواب أنه ينبغي إذا أراد أن يعطي أولاده في الحياة أن يسوي بينهم على قول الجمهور، هذا الذي يتحقق به قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما عطاء الزوجة والآباء فهذا لا إشكال فيه، يعطيهم ما شاء. هذا السؤال نحو الإجابة التي ذكرت، يقول: كيف أعدل بين أولادي بالنفقة الذكور والإناث وكذلك في السيارات وفقكم الله؟ نعم، العدل في النفقة، هذا سؤال مهم. العدل في النفقة هو أن تعطي كل محتاج حاجته، هذا العدل في النفقة. كيف أعدل بين أولادي في الإنفاق؟ عندي ولد في المتوسط، وعندي ولد في أولى ابتدائي، وعندي بنت في الجامعة. بالتأكيد أن مصروفي على البنت التي في الجامعة أو الابن الذي في المتوسط أو الابن الذي في الابتدائي لن يكون واحدا، لكن العدل بينهم أن أعطي كل واحد ما تقتضيه حاجته في مرحلته، فأعطي البنت ما تحتاجه في وضعها، وكذلك الابن فيما يحتاجه في مرحلته، وكذلك الصغير أعطيه ما يحتاجه في حسب ما
ما تقتضيه مرحلته ومصلحته. إذن العدل في الإنفاق على الأولاد هو بأن تعطي كل ذي حاجة حاجته وتكفيه بها، هذا الذي يتحقق به العدل. أما العدل في العطاء الزائد عن النفقة فهذا بأن تسوي بينهم على النحو الذي ذكرنا، الجمهور أن تعطي الأولاد والذكور على حد سواء، أعطيت ولد ابن أعطيته ريال تعطي البنت ريال، هذا قول الجمهور. وذهب الحنابلة كما ذكر إلى أن العدل في حق الأولاد فيما يعطون في الحياة بأن يكون الذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطيت الرجل الابن 1000 ريال تعطي البنت 500 ريال، هذا على قول الحنابلة. والأقرب فيما يظهر والله تعالى أعلم، الأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور من أن العدل يتحقق بالتسوية بأن يعطيهم على حد سواء في الحياة. أما قسمة ما بعد الموت فهذا تولاها رب العالمين وبينها، ولا يلحق القسمة في الحياة بما بعد الموت لاختلاف الحال. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أنه جاء بعمرة لأمه وقد خلع إحرامه هنا ثم عاد إلى سكنه بالبندق وحلق هناك بعد خلع الإحرام، هل عليه شيء؟ نعم، هذا أخطأ في كونه تحلل بخلع الإحرام قبل ولبس اللباس المعتاد قبل أن يحلق أو يقصر. لا تتم العمرة إلا بعد الفراغ من أعمالها، وآخر أعمالها الحلاق أو التقصير، لقول الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلا تتم العمرة إلا بعد الفراغ من ذلك. ولهذا ما فعله أخونا غلط، فإن كان جاهلا كما هو ظاهر الحال فإنه لا شيء عليه، لأن الأحكام تتبع العلم. فإذا فعل الإنسان خطأ في حج أو في عمرة أو في صوم أو في صلاة جاهلا، فإن كان مثله يجهل ولا يمكن استدراكه فإنه لا إثم عليه، لا إثم عليه في الجميع، لكن لا يجب عليه عوض. فمثل هذا الآن انتهى الموضوع، حلق بعد أن تحلل، فيقال له تعلم أحكام العمرة قبل أن تشرع فيها ولا شيء عليك، عمرتك صحيحة. أحسن الله إليك. ها، النسيان مثل الجهل، أنت أخذت الجواب؟ طيب، هو سؤال، عرفت الجواب؟ عرفت، خلاص ما عليك شيء، تقبل الله، أكرمك الله. أحسن الله إليك، هذا سائل يقول زكاة الفطر في بلدي تؤدى نقدا فهل تجزئ؟ وسائل آخر نحو هذا السؤال يقول زكاة الفطر في البلد المقيم فيه أو في بلادك؟ زكاة الفطر سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل ونبين أحكامها، لكن نجيب الأخ بما أنه سأل. أولا زكاة الفطر تتبع البدن ولا تتبع المال، فكونك من مصر، من أفريقيا، من الهند، وأدركت العيد في مكة فأخرج زكاتك في مكة، هذا هو الأصل، أن الزكاة زكاة الفطر تتبع البدن، لأن زكاة بدن لا زكاة مال، زكاة بدن لا زكاة مال، وبما أن زكاة بدن فهي تتبع البدن حيث كان، وعلى هذا عامة العلماء. فإذا كان الإنسان مسافرا إلى بلد سواء كان قريبا أو بعيدا ويجد فيه من يعطيهم الصدقة فإنه يعطيهم الصدقة، صدقة الفطر في مكانه. لكن هل يجوز له أن يخرجها في بلده لأن البلد الذي هو فيه أكثر، لأن البلد الذي هو فيه أكثر حاجة أو ما إلى ذلك مما يمكن أن يكون من الأمور؟ نعم يجوز له أن يخرجها، لأن نقل الصدقة إلى غير محل وجوبها يجوز للحاجة أو للمصلحة، فإذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة بأن يكون هناك يعرف فقراء وهم أحوج ممن يعرف ممن يشاهدهم هنا، ففي هذه الحال يكفيه أن يخرجها في بلده. لكن من حيث الأصل أين تجب زكاة الفطر؟ تجب في المكان الذي تكون فيه. لماذا؟ لأن زكاة الفطر زكاة بدن لا زكاة مال. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام على المسلمين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد،
فهي تتعلق بالأبدان بغض النظر عن الأموال، لذلك فرضها على الصغير، لذلك فرضها على العبد مع أن العبد لا مال له في الأصل. فلذلك تكون زكاة الفطر في المكان الذي أنت فيه. أما ما يتعلق بإخراجها، الحديث الذي تكلمنا عنه ذكرته قبل قليل، حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، وهذا يدل على أن الزكاة، زكاة الفطر في الأصل هي شيء من الطعام المعتاد المنتشر في البلد، فإخراجها نقدا هو خلاف ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء فيما يتعلق بإخراج الزكاة زكاة الفطر نقدا لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز ولا يجزئ إخراجها نقدا، انتبه، لا يجوز ولا يجزئ إخراجها نقدا، وهذا مذهب جمهور العلماء، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لا يرون جواز إخراجها نقدا، بل يجب إخراجها من طعام البلد. القول الثاني أن الإنسان مخير بين إخراجها نقدا وبين إخراجها طعاما، وهذا مذهب الحنفية، له أن يخرجها إن شاء أخرجها طعاما وإن شاء أخرجها بالقيمة. القول الثالث وهو رواية في مذهب أحمد وغيره، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية، أنه يجوز إخراجها من النقود في حال الحاجة أو المصلحة، يعني إذا اقتضت الحاجة أن يخرجها نقدا أو اقتضت المصلحة أن يخرجها نقدا فيجوز، وإلا فالأصل أنها تخرج من الطعام. مثال ذلك الآن في بعض البلدان مثل ما ذكر الأخ، لا تجد من يقبل زكاة الفطر طعاما أبدا، ولا يعني تستغرب، وهذا موجود في بعض البلدان، لا يقبل طعام، لو جبت طعام قال جزاك الله خير ارجع وراك ما أريد. فمثل هذا ما ليس له حيلة إلا أن يخرجها بالنقود، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. ومثل أيضا المسلمون الذين في بلاد الكفار، الأقليات المسلمة كثير منها لا تعرف إخراج الطعام، إنما لا يخرجون إلا نقودا، ففي مثل هذه الحال يجوز إخراجها نقدا، لكن الأصل أن يخرجها الإنسان طعاما كما كان يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. هذا سائل يقول ما حكم أداء العمرة عن الوالد المتوفى؟ أداء العمرة عن الغير، الأصل في الأعمال العبادية أن يقوم بها الإنسان بنفسه، هذا هو الأصل، لأن العبادة ينتفع منها العامل، فليس الأمر أن يأتي أحد ويعمل لك، إنما النفع والفرض في الأصل متعلق بك أنت، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يباشر الأعمال بنفسه وألا ينيب غيره. هل يجوز أن ينوب عن غيره في شيء من العبادات؟ مثلا شخص قال والله أنا والدي ما يصلي، أبى أصلي عنه، صلي الفجر مرة ثم أذهب وأصلي ثانية عن والدي، يصلح هذا أو لا يصلح؟ لا يصلي أحد عن أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، ورجل يقول والدي يفرط في الصيام أو أخي أو أمي فسأقضي عنها بعد رمضان، وصوم الآن عن نفسي ثم أقضي عن والدتي، ما يصلح، لا يجزئ هذا. الزكاة، يقول والدي يحبس أمواله ولا يخرج الزكاة وعنده أموال كثيرة وأريد أن أبر والدي بإخراج الزكاة عنه من مالي، نقول لا يجزئ، لأن من شرط الزكاة النية، فإذا أخرجتها عن غيرك وهو لم ينوي لم ينفعه ذلك. إذن الأصل في الأعمال أن يباشرها العامل بنفسه ولا تصح فيها النيابة إلا ما ورد به النص، وقد جاء النص بالنيابة عن الغير في الحج، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك، وهذا في حال الحياة، لكن الذي أذن، السبب الذي جعل النبي يأذن هو أنه لا يستطيع الحج ببدنه، حيث أنه لا يثبت على الراحلة، كل ما حطوه على البعير سقط مع قدرته المالية أو وجود من ينوب عنه،
فقال حجي عنه. أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل في رواية رجل وفي رواية امرأة فقالت إن أمي ماتت وقد نذرت أن تحج أفأحج عنها؟ قال حج عنها، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فهذا دل على جواز قضاء الدين الذي على الميت، الدين السابق الذي على الميت يجوز قضاؤه سواء في نذر الحج أو غيره من النذور، لكن ما عدا هذا يحتاج إلى دليل. فما يفعله بعض الناس اليوم من إهداء الأعمال لا سيما العمرة عن الأحياء محل تأمل ونظر، لا بد من السؤال هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون العمل مقبولا، لأن العمل لا يكون مقبولا إلا بالشرطين: الشرط الأول أن يكون لله خالصا، والشرط الثاني أن يكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا. فلذلك لا أنصح أخي بأن يعتمر عن أبيه أو عن أمه إلا إذا كانت عاجزة عن العمرة فلا بأس يعتمر عنها، أما إذا كانت صحيحة قادرة فهنا لا يعتمر عنها. هي متوفاة لا بأس أن يعتمر عنها ويصلها النفع، لكن أفضل من العمرة الدعاء لها، أفضل من الاعتمار لها الدعاء لها، إلا أن تكون قد نذرت عمرة فيقضيه عنها، هذه صورة أخرى لأنها قضاء، والقضاء قضاء الله أحق من قضاء الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحن مجموعة من المعلمين أنشأنا جمعية تمتد سنتين ونصف، فهل عليها زكاة وكيف تكون؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الجمعيات فيها زكاة كسائر الأموال، لكن من شرط ذلك أن يمر الحول على المال. تعرفون أن الجمعيات أدوار يأخذ فيها الإنسان مالا، وهذا المال يوفيه بعد ذلك لأصحابه. فالذي يأخذ في أول الجمعية سيأخذ مثلا إذا كانوا 12 شخصا وأخذها في الشهر الأول فسيأتي في يده 12,000. ما الذي له من 12 هذه؟ الذي له هو 1,000 والباقي دين. 11,000 هي دين عليه لأفراد الجمعية. هذا 11,000 ليس فيها زكاة حتى لو بقيت عنده سنة. لماذا؟ لأنها دين. لكن 1,000 إذا مرت السنة وهي في يده وجب عليه أن يزكيها. الغالب أن اللي يدخلون جمعيات تطير إذا استلمها تناهشتها الديون والحقوق والالتزامات، وبالتالي في الغالب لا يبقى شيء. لكن الأخير هو يقول مدته سنتين. عندنا الآن شخص سيبقى له في الجمعية مال بعد سنة، طبعا مال في ذمم المشتركين، أليس كذلك؟ في ذمم، ليس مالا موجودا في خزنة أو عنده في حساب، إنما في ذمم المشتركين. في هذه الحال نعم هذا عليه زكاة هذا المال، لكن أي شيء يزكي الراتب الأول الذي مر عليه سنة، أو القسط الأول من الجمعية الذي مر عليه سنة. طيب بعد سنة وشهر يزكي القسط الثاني، بعد سنة وثلاثة أشهر يزكي القسط الثالث، وهلم جر يزكي ماله في ذمم الناس لأنه دين، والدين تجب فيه الزكاة إذا كان المدين قادرا غير مماطل، إذا لم يكن معسرا كان يفي بما عليه وليس مماطلا. وبالتالي الذي يأخذ الجمعية ويصرفها قبل مرور السنة لا زكاة عليه، الذي يأخذ الجمعية وبعد مرور حول يزكي ليس كل المبلغ. أنا مثلا سأخذ بعد 13 شهر، كم المال الذي عليه دار عليه سنة؟ كم المال؟ هو القسط الأول الذي دار عليه سنة فقط، فأزكي القسط الأول فقط وليس كل المبلغ، لأنه بقية المبلغ هذا ما دار عليه سنة الآن، إلا إن شاء الإنسان أن يقدم الزكاة فهذا شأنه. شخص يقول والله أنا ما نبقى قاعد ألاحق أبحث كل قسط في قسطه، أزكي جميع المبلغ الذي لي في ذمة الناس سواء جاء الآن أو سيأتي بعدين، لأجل أن أتيقن من أن جميع مالي قد خرج الزكاة. نقول هذا شأنك وهذا إحسان، لكن نحن نتكلم عن الواجب لا عن ما يحصل به للإنسان الاحتياط أو يختاره لنفسه. آخر سؤال وإن شاء الله نستكمل الفجر. أحسن الله
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل زكاة المال من الأفضل أن تخرج في البلد المقيم به أو تخرج لإخواننا المحتاجين حول العالم؟ لا، الأصل أن تخرج في البلد. المال، زكاة المال تتبع المال، تتبع المال لا تتبع الشخص. أنا تجارتي في الرياض أو تجارتي في القاهرة أو تجارتي في الشام أو في السودان أو في أي بلد من البلدان، الزكاة تكون في بلد المال، هذا هو الأصل، وليس في بلد المالك، مالك المال. لماذا؟ لأن الناس الآن، أنا تجارتي مثلا في الرياض وجيت إلى مكة، الناس يعرفون عن، يرون تجارتي، يعرفون قدرة المالية، ما يظهر هذا إلا في الغالب، ما يظهر إلا لمن يكون حول المال. ولذلك الزكاة، زكاة المال تتبع المال في الأصل، فإذا كانت تجارتك في جهة من الجهات فأخرج زكاتها في تلك الجهة. هل يجوز نقلها إلى غير موضع المال؟ نعم يجوز، بشرطين، أو في حالين، في حال الحاجة أو المصلحة. إذا لم يكن حاجة ولا مصلحة فلا ينقل، بل تخرج الزكاة في نفس الماء، في نفس البلد، لأن أهل البلد أحق به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نلتقيكم الفجر، وسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى الفجر عن أحكام الاعتكاف.